ودلوقتي خلينا نروح للميا حمدين ونصبح عليها ونتعرف منها على اخر اخبار المرور في القاهره والمحافظات. يا لميا صباح الفل عليك. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا فازلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بصبح عليكم مشاهدينا، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا جولتنا بالتحديد من محافظه القاهره، وتحديدا كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه لا تؤثر على معدل الحركه لحد منطقه رمسيس، بعدين في سيولة حتى نزلة غمرة، وبتكمل معنا السيولة المرورية لحد نهاية كوبري أكتوبر. كمان في شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع، وبتكمل معنا السيولة حتى طريق النصر. وكمان كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، والكورنيش من المظلات لحد وسط البلد في كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية. لو كملنا جولتنا في شوارع الجيزة، بالتحديد من شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات دي طبعا بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كمان كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني، وكمان في شارع فيصل في كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ولحد جامعة القاهرة وميدان النهضة، وكل ده لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. هنروح على محافظة اسكندرية، في كثافات بسيطة عند كوبري استانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكن هي متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ في بعض الكثافات البسيطة لحد ما نوصل عند محطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، فيها بعض الكثافات المرورية. خلصت نشرتنا المرورية، وهنرجع تاني لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمى.